أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع درس جديد من دروس مادة التاريخ. درسنا النهاردة هو الدرس الثاني في الوحدة الأولى، وهو درس مصادر دراسة الحضارات. عشان نقدر ندرس الحضارات في عندنا عدة مصادر بنعتمد عليها. عندنا مصدرين لدراسة الحضارات، النوع الأول هنسميه مصادر أولية، والنوع الثاني هنسميه مصادر ثانوية. المصادر الأولية اللي هي بتعتبر من المصادر الأكثر دقة، وهي معاصرة لوقت وقوع الحدث، والاعتماد عليها أدق كتير من المصادر الثانوية. طيب، إيه الفرق بين الاتنين؟ المصادر الأولية هي كل ما كتب أو نقش وقت وقوع الحدث، دي المصادر بنسميها المصادر الأولية. في منها عدة مصادر، زي عندنا الآثار، عندنا النقوش، عندنا البرديات، عندنا الأستراقة، عندنا النقود والمسكوكات، وكتابات المؤرخين القدماء. هذه المصادر زي ما قلنا في الأول هي أكثر دقة، والاعتماد عليها هو أفيد للتاريخ. لو جينا بقى للمصادر الثانوية اللي هي بيطلق عليها اسم المراجع. المراجع أو المصادر الثانوية دي مؤلفات كتب كتبت بعد مرور عدة سنوات من وقت وقوع الحدث، واعتمد في كتابتها على المصادر الأولية، فإحنا لا نلجأ إليها إلا إذا فقدت المصادر الأولية. يعني إذا وجدت المصادر الأولية يبقى لا نعتمد على المصادر الثانوية أو المراجع، أما إذا فقدت المصادر الأولية نعتمد على المصادر الثانوية. ومنها كتابات الفلاسفة، ومنها كتابات الشعراء، ومنها كذلك الأساطير. يبقى في ثلاث حاجات نعتبرها مصادر ثانوية، يبقى الفلاسفة وكتاباتهم، الشعراء وكتاباتهم، والأساطير. نتكلم عن أهمية المصادر عموما سواء إذا كانت ثانوية أو أولية. المصادر طبعا هي سواء دي أو دي هي من إنتاج الإنسان ونتيجة تفاعله مع البيئة. المصادر أيضا هي توثق للمعلومات والأحداث التاريخية وتقوم بسرد هذه الأحداث. كذلك أيضا المصادر تساعدنا في التوصل إلى الحقائق التاريخية التي نقوم بدراستها. يبقى دي احنا بنسميها أهمية المصادر سواء إذا كانت ثانوية أو إذا كانت أولية. طبعا المصادر تتفاوت في أهميتها حسب نوع كل مصدر، وحسب أهميته، وحسب وقت وقوعه، فالمصادر تختلف كجزيئات من حيث الأهمية، يعني الآثار غير النقوش غير البرديات وهكذا. يبقى كل مصدر لها أهميته حسب نوعه، وحسب المضمون بتاعه، وحسب وقت وقوعه. إيه الفرق بين المصادر الثانوية والأولية؟ المصادر الأولية زي ما قلنا أكثر دقة من المصادر الثانوية، فهي معاصرة لوقت وقوع الحدث. أما المصادر الثانوية هي متوفرة وسهل الحصول عليها، ولكنها غير معاصرة لوقت وقوع الحدث، وزي ما قلنا قبل كده نلجأ إليها إذا فقدت المصادر الأولية. يبقى من ملخص الكلام هنلاقي في تشابهات بين المصادر الأولية الثانوية، وفي اختلافات ما بين المصادر الأولية والثانوية. الاثنين بيتشابهوا في ان هما من انتاج الانسان، الاثنين بيتشابهوا في ان هما مصادر توثيق للمعلومات التاريخية، الاثنين بيتشابهوا ان هما بيدرسوا حقائق تاريخية. طب بيختلفوا في ايه؟ بيختلفوا من حيث الدقة، هنلاقي الاولية ادق والثانوية اقل دقة، اما كذلك في اختلاف اخر وهو من حيث وقت وقوعهما، فالاولية وقعت وقت وقوع الحدث، الثانوية بعد مرور الحدث بعدة سنوات. نبدأ بقى نتكلم عن نوع من المصادر. يعني لو اتكلمنا عن المصادر الاولية هنلاقي طبعا زي ما شرحنا في الاول هي عدة انواع، هنمسك حاجة حاجة. اول حاجة هنتكلم عليها هي الاثار. طبعا الآثار تعد المصدر الأساسي والرئيسي لدراسة الحضارات. الآثار يا إما تكون قائمة على سطح الأرض بنشوفها زي الأهرامات زي المعابد، يا إما تكون عثر عليها أثناء الحفر زي التماثيل وزي المومياوات وزي التمائم، كل ده من ضمن الآثار. يبقى الآثار هي أهم مصدر رئيسي في دراسة الحضارة. العنصر الثاني من المصادر الأولية عندنا النقوش.
النقوش هي رسوم وكتابات دونت على ممكن حجر، ممكن رخام، ممكن خشب، ممكن صلصال، ممكن كذلك معادن وخاصة البرونز، يبقى هي كتابات دونت على هذه الأشياء. عندنا نوعين من النقوش، يا إما نقوش غائرة محفورة يعني، يا إما نقوش بارزة. النوع الأول من النقوش وهو الغائرة، في عندنا حجر باليرمو، هو عبارة عن لوحة كبيرة من حجر الديوريت الأسود، يبلغ طوله حوالي 2 متر، وقد عثر عليه في مدينة منف. طيب إيه اللي موجود على الحجر وإيه اللي فادنا؟ اللي موجود على الحجر إن عليه أسماء جميع من حكم مصر من عصور ما قبل الأسرات حتى ثالث ملوك الأسرة الخامسة، ودي طبعا يعتبر كنز معلومات. كذلك عليه بعض الأحداث التاريخية زي الحروب، زي المعابد، زي طريقة إقامة التماثيل، وطبعا هذا الحجر يعتبر فعلا أثر مهم جدا 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 ومصدر مهم من مصادر دراسة الحضارات، يبقى حجر باليرمو. حجر باليرمو نوع من النقوش الغائرة التي تم حفرها على الحجر. في نوع آخر من النقوش قلنا اسمها بارز، وأشهر نوع عندنا أو أشهر أثر عندنا اسمها صلاية الملك نعمر أو الملك مينا. هذه الصلاية لوحة من الحجر أيضا، ولكن كتبت بطريقة بارزة. هذا الحجر نوعه هو الشيست الأخضر، وهذا الحجر دون عليه هذه الأحداث التاريخية في عهد الأسرة الأولى عام 3200 قبل الميلاد. طب إيه اللي موجود عليه؟ هو عبارة عن لوحة من الحجر زي ما اتفقنا اسمه الشيست الأخضر، مكتوب عليه من الوجهين، كل وجه مرسوم عليه بعض الرسومات البارزة. يعني عندنا صورة للملك نعمر وهو يضرب الأعداء ويحارب، ودي تعبير عن الفتوحات والوحدة التي قام بها. عندنا مناظر للجنود وهم يهربون أمامه، عندنا احتفالات النصر في الخلفية وأشكال زخرفية. فهذا الحجر بيدينا كمية معلومات كبيرة جدا عن هذه الفترة. يبقى النقوش نوعين، يا إما غائرة يا إما بارزة، الغائرة زي حجر باليرمو والبارزة زي صلاية الملك نعمر أو مينا. نيجي بقى نتكلم على المصدر الثالث من مصادر الحضارة الأولية وهو البرديات. طبعا كلنا عارفين إن مصر هي المصدر الوحيد في العالم في ذلك الوقت لورق البردي، مصر هي المصدرة لورق البردي لجميع دول العالم. طبعا البرديات تعتبر مصدر مهم جدا لأن هي وثائق مكتوبة عاصرت الأحداث، فهي مصدر مهم جدا من مصادر دراسة الحضارة في هذه الفترة. عندنا أشهر بردية ممكن نتكلم عليها هي بردية إبرس. بردية إبرس دي في مجال الطب، وكانت تتحدث عن أهم المخطوطات العلمية الطبية، تعد أقدم مخطوطة علمية طبية في تاريخ الحضارات والحضارة المصرية القديمة، بتعتبر مرجع مهم جدا لكثير من الأمراض التي اكتشفت في هذا العصر، زي أمراض البطنة، زي أمراض العيون، زي أمراض الجلد، الأطراف، أمراض النساء، بعض الجراحات. تعتبر مهمة جدا ومرجع طبي هام جدا، تضمن بعض المصطلحات الخاصة بالتشريح الفسيولوجي والعلاج. وكما ذكر ويلديورانت أن البرديات تستخدم في المراحل المتقدمة في التعليم في المدارس العليا فقط، نظرا لارتفاع ثمنها وكذلك صعوبة مسح الأحبار عليها. وعشان كده كان المصريين في الطبقات المتوسطة والفقيرة يبحثون عن مصادر أخرى للكتابة، وزي ما هنشوف مع بعض اكتشفوا حاجة اسمها الأستراقة. الأستراقة هي المصدر الرابع من مصادر دراسة الحضارات أو المصادر الأولية، والأستراقة هي عبارة عن كسرات من حجارة تم استخدامها والتدوين عليها، يطلق عليها باللغة العامية اسم شقفة، وهذه استخدمت في الطبقات الفقيرة والمتوسطة لأنه كان صعب عليهم الحصول على ورق البردي لارتفاع ثمنه، إلى جانب زي ما ذكرنا قبل كده إن الحبر على ورق البردي لا يتم مسحه أو لا يستطيعون مسحه.
هذه الكسرات أو الاستراقة سهل الحصول عليها، موجودة حواليهم في كل مكان، واستخدموها في الحياة اليومية، زي عندنا تحرير مثلا إيصالات، زي خطابات، زي التدريب على الكتابة بالنسبة للأطفال، يعني استخدمت في نواحي الحياة العامة، وهي كانت مخرج ليهم من الحالة الاقتصادية، لأن طبعا ارتفاع أسعار ورق البردي كان يأثر في الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة، ودي الحلول العملية اللي كان الشعب المصري بيلجأ إليها في فترة من هذه الفترات. نيجي للمصدر الخامس، النقود والمسكوكات. النقود هي عبارة عن قطع معدنية الدولة قامت بصناعتها وأصبحت موثقة أو مختومة، طبعا إلى جانب إن هي ضمنت وزنها ودرجة نقاء المعدن اللي معمول بيها، غير إن هي بتضم معلومات هتفيدنا إحنا في دراسة التاريخ. يعني مثلا ممكن يكون عليها أسماء الملوك، ممكن يكون عليها سنة الصنع، ده غير إن إحنا عرفنا نوع المعدن وعرفنا وزن المعدن، فهتفيدنا في معرفة أحداث كتير عن هذه الفترة التاريخية. يبقى أنا بستفيد منها، ممكن آخد منها ناحية اقتصادية اللي هو نوع المعدن والوزن والنقاء، ممكن آخد منها ناحية سياسية أسماء الملوك والعصر اللي عاشوا فيه، إلى جانب إن أنا ممكن أحصل على صور الملوك والحكام اللي كانوا بيحكموا هذه الفترة، لأن طبعا في بعض المعادن طبع عليها أو رسم عليها الملوك والحكام. لكن في مصر عموما لم تكن النقود معروفة في العصر الفرعوني. أول من عرف النقود عندنا هم أهل مدينة ليديا، ودول موجودين في آسيا الصغرى، وصنعوها من الذهب أو الفضة، تعتبر مصدر مهم من مصادر دراسة الحضارة الأولية. نيجي للمصدر السادس من مصادر دراسة الحضارة الأولية، يبقى احنا عندنا كده ست مصادر اتكلمنا عنهم، اللي هي الآثار، النقوش، البرديات، الاستراقه، النقود والمسكوكات، وهنتكلم عن المصدر السادس وهو كتابات المؤرخين. المؤرخ هو الذي عاصر الحدث، يعني كان عايش ساعة وقوع الحدث فقدر ان هو يكتب احداث، فبنعتمد عليها لان هي بتعتبر اكثر دقه لان هو كان موجود ساعة الحدث. في عندنا امثله اتنين من المؤرخين، عندنا مؤرخ اسمه مانيتون السمنودي، وده مؤرخ مصري وقام بكتابة تاريخ مصر، ومن الأساسيات والاعتماد عليه اعتماد كبير في كتابة تاريخ مصر الفرعون. عندنا مؤرخ يوناني اسمه هيرودوت، وده كان زار مصر فترة من الفترات وألف كتاب اسمه تمحيص الأخبار، وكان خصص الجزء الثاني من هذا الكتاب الذي يتكون من 9 أجزاء، خصص الجزء الثاني لمصر وتحدث عن كل شيء عن مصر، زي جغرافية مصر، زي مدن مصر، زي كذلك الأحداث التاريخية، أعمال الملوك، إلى جانب برضو اتكلم عن بعض مظاهر الحضارة اللي موجودة في مصر. يبقى أنا عندي 2 من المؤرخين العظماء اللي ليهم دور في كتابة التاريخ الفرعوني، مانيتون السمنودي وهيرودوت اليوناني. كده اتكلمنا عن المصادر الأولية أو الست مصادر اللي هي بتعتبر مصادر أولية، نتكلم بقى عن المصادر الثانوية أو المراجع. أول حاجة بنتكلم عليها في المصادر الثانوية، طبعا لازم نبقى فاهمين إنها زي ما قلنا مؤلفات كتبت في غير وقت وقوع الحدث، يعني بعد مرور الحدث بعدة سنوات، ممكن تكون مئات السنوات، كتبت هذه المصادر اعتمادا على المصادر الأولية. من أشهر هذه المصادر كتابات الفلاسفة. الفلاسفة انتشروا في بلاد اليونان، زي عندنا سقراط، زي عندنا أرسطو، زي عندنا أفلاطون، فبتعتبر كتاباتهم مصادر ثانوي. عندنا كذلك كتابات الشعراء، ومن أشهر الشعراء الشاعر الإغريقي هيمروس، اللي هو صاحب كتاب الإلياذة والأوديسة، وتعد مصدر تاريخي للمعلومات الهامة سواء كانت سياسية أو اقتصادية، لكن في بلاد اليونان. يبقى احنا بنلاحظ ان الفلاسفه او كتابات الفلاسفه كلهم يونانيين، حتى كتابات الشعراء المثال عندنا مثال يوناني. اما بالنسبه للاساطير، الاساطير تعتبر جزء من التراث الشعبي، وهي مصدر ادبي
مصدر أدبي، لكن بيعكس صور الحياة سواء اجتماعية أو سياسية، فبستفيد منه كنوع من المصادر الثانوي. أشهر أسطورة عندنا في مصر هي قصة إيزيس وأوزوريس، ودي موجودة في العصر الفرعوني. كذلك عندنا أسطورة ظهرت في بلاد العراق القديم اللي هي قصة الطوفان. يبقى الأساطير الدينية تراث شعبي الناس بتحكيه لبعض كده، لكن بيشمل أو بيضم بعض المعلومات عن أحوال المجتمع، عن أحوال السياسة، فبنستفيد منها كنوع من المصادر. يبقى عندنا 3 مصادر ثانوية اللي هي كتابات الفلاسفة، كتابات الشعراء، إلى جانب الأساطير. نيجي نسأل نفسنا سؤال مهم، هل يوجد مصدر ثانوي أو مراجع كتبت وقت وقوع الحدث ولكن لا تعتبر مصدر أولي ونعتبرها مصدر ثانوي؟ طبعا يوجد. في بعض الكتابات السابقة وقت وقوع الحدث، كتبت وقت وقوع الحدث، ولكن الملاحظ فيها ان اسلوبها فلسفي وفي مبالغة وفي خيال، فالاعتماد عليها لا يعطي دقة للأحداث التاريخية، وبالتالي هنعتبرها من المصادر الثانوية. يبقى إذا كانت الكتابات لا توجد بها دقة أو لا فيها خيال أو فيها نظرة فلسفية، يبقى هنحولها من أولية رغم أنها وقت وقوع الحدث إلى ثانوية ونعتبرها مصدر ثانوي. كده أبنائي وبناتي نكون خلصنا الدرس، ونبدأ مع بعض مجموعة من الأسئلة عشان نقدر نفهم كل جوانب الدرس، وإن شاء الله تكون مفيدة ليكم. نبدأ مع بعض. نبدأ مع بعض مجموعة من الأسئلة على درس مصادر دراسة الحضارات، ونشوف أول سؤال. السؤال الأول بيقول اختر الإجابة الصحيحة من رقم ألف أو ب أو جيم أو دال يمكن الاستفادة من صلاية الملك نعمر فيه. العمارة المصرية القديمة، الزراعة المصرية القديمة، الأسلحة المصرية القديمة، النقود المصرية القديمة. طبعا صلاية الملك نعمر اتكلمت عن حاجة واحدة من الأربع اختيارات وهي الأسلحة المصرية القديمة، يبقى الإجابة الصح هي رقم ج. السؤال الثاني، تنتمي قصة الطوفان لمصدر من المصادر الثانوية الهامة، هل هي كتابات الفلاسفة، البرديات، كتابات الشعراء، الأساطير الدينية؟ طبعا قصة الطوفان سواء الطوفان أو إيزيس وأوزوريس هي من الأساطير الدينية. السؤال الثالث، ينتمي حجر باليرمو بثالث ملوك الأسرة اللي هي الأسرة الكام؟ ينتمي حجر باليرمو طبعا زي ما شرحنا في الدرس بثالث ملوك الأسرة الخامسة، والإجابة الصح هي الأسرة الخامسة. السؤال الرابع، الهدف من دراسة النقود والمسكوكات في دراسة الحضارات التعرف على أحداث، هل هي أحداث اقتصادية وسياسية أم ثقافية وعلمية أو اجتماعية وعلمية، اقتصادية واجتماعية؟ طبعا احنا اتفقنا ان النقود بتتكلم عن بعض الأحوال زي أحوال سياسية وأحوال اقتصادية، يبقى الإجابة الصح هي رقم ألف. تتفق المصادر الأولية مع المصادر الثانوية فيه، يبقى الاثنين متفاهمين أو متفقين فيه. معاصرتهم الأحداث، سهولة الحصول عليها، إنهما من إنتاج الإنسان، وتمييزهما بالدقة. طبعا الإجابة الصح اللي الاثنين متفقين فيها هي إنهم من إنتاج الإنسان. ظهر التخصص المهني لدى المصريين القدماء واتضح ذلك من خلال، هنا بيقول لي التخصص المهني، يبقى عايز وظيفة، عايز مهنة. طبعا عندي الحاجة الوحيدة اللي كان فيها تخصص هي بردية إبرس، يبقى الاختيار الصح هي رقم ب اللي هي البرديات، يبقى الإجابة رقم ب. السؤال السابع، يؤدي التواصل الحضاري إلى، طبعا التواصل بين الحضارات، هل يؤدي إلى تشابه الحضارات، تصارع الحضارات، سيادة حضارة على أخرى، التطور المستمر للبشرية؟ طبعا التواصل يؤدي إلى التطور المستمر للبشرية، يبقى الإجابة رقم د. لكل مشكلة حل، مقولة طبقها المصريون القدماء باستخدامهم، هل البرديات أم النقود والمسكوكات أم الأسطراقة أم كتابات المؤرخين؟
طبعا المشكلة اللي حلها المصريين حلوها عن طريق الاستراقة بسبب ارتفاع أسعار أوراق البردي، فاستخدموا الشقف الرخام أو بقايا الفخار للعمل عليها والكتابة واستخدامها في الحياة اليومية. الكشوف الأثرية التي تطالعنا بها وسائل الإعلام يمكن أن تساهم في دراسة الحضارات كمصدر أولي، مثل طبعا كشوف أثري. هنا عندي الأساطير، عندي الآثار، كتابات الفلاسفة، التماثيل والمومياوات. طبعا هنا بتكلمني عن كشوف أثرية، طبعا يبقى في اتنين ما ينفعوش اللي هي الأساطير وكتابات الفلاسفة، لأن الاتنين دول من المصادر السنوية أو المراجع. لكن الكشوف الأثرية عند الآثار والتماثيل والمومياوات، الاتنين طبعا قريبين من الإجابة، لكن الأكثر دقة هي التماثيل والمومياوات. ليه؟ لأن التماثيل والمومياوات دايما تكتشف لأنها تبقى مدفونة تحت الأرض، فتكتشف عن طريق الحفر، وبالتالي فهي الإجابة الصحيحة رقم د، التماثيل والمومياوات. السؤال العاشر: كان ختم الدولة أو السلطة العامة للنقود والمسكوكات المعدنية قديما لتحقيق أهداف. طبعا النقود عموما زي ما اتفقنا قبل كده الختم اللي عليها عشان ضمان جودة المعدن، ضمان وزنه، يبقى أهداف اقتصادية. عندنا رقم 11: المصدر الذي يمكن من خلاله التعرف على معبودات المصريين القدماء في عصر الأسرة الثالثة. المصدر اللي عندنا اللي وصل لغاية الأسرة الثالثة وما بعد الأسرة الثالثة، تمام، حجر باليرمو. يبقى الإجابة الصح رقم جيم. عند دراسة تاريخ مصر القديم تظهر صعوبة جمع المعلومات عن عصر نقط. في أصعب عصر ممكن أجيب معلومات عنه؟ هل الدولة القديمة أم الدولة الوسطى؟ عصر الانتقال الأول، عصر ما قبل التاريخ؟ طبعا الإجابة الصح هي رقم د، عصر ما قبل التاريخ، لأن ما كانش فيه كتابة، فبالتالي ما كانش فيه معلومات كتبت عن هذه الفترة. سؤال رقم 13: ترجع صلاية الملك نعرمر إلى الأسرة نقط عام 3200 قبل الميلاد. طبعا صلاية نعرمر تنتمي إلى الأسرة الأولى. 14: تتميز بسهولة الحصول عليها في العصر الفرعوني. هل هي المسكوكات؟ هل الأستراقة؟ كتب الفلاسفة؟ الآثار؟ طبعا أسهل وسيلة حصل عليها المصريين هي الأستراقة، اللي هي الشقف الفخار اللي استخدموها في الحياة اليومية. يبقى الإجابة الصح رقم 2. أحد مصادر دراسة الحضارات وتفتقر للدقة. يبقى طبعا تفتقر للدقة، يبقى مصدر ثانوي. ايه في دول مصدر ثانوي؟ تمام، في ناس بتجاوب هي كتابات أرسطو، لأن أرسطو فيلسوف، وكتابات الفلاسفة والشعراء والأساطير من المصادر الثانوية. يمكن دراسة تفاصيل رحلة الملك سينفرو مؤسس الأسرة الفرعونية الرابعة إلى فينيقيا لإحضار خشب الأرض من خلال. طبعا هنا بتكلم عن رحلة سينفرو مؤسس الأسرة الرابعة. طالما ما وصلناش لتالت ملوك الأسرة الخمسة، يبقى أنا بعتمد على مصدر واحد وهو حجر باليرمو اللي كتب عن فترة أو الملوك من أول ما قبل الأسرات لحد تالت ملوك الأسرة الخامسة، وإلى جانب أنه يتكلم عن بعض الأحداث التاريخية. يبقى هو الإجابة الصحيحة رقم ب، حجر باليرمو. النقود والمسكوكات تساعد على دراسة الحضارات القديمة وتحديد العصور التاريخية. هنا عايز مني عصور تاريخية، يبقى بالتالي هختار حاجة فيها تفيدني في العصور التاريخية وليست اقتصادية أو غيره. هل صور الملك المنقوش عليها، الرموز والأشكال المرسومة عليها، المادة المصنوعة منها العملة، دقة الرسومات الموجودة عليها؟ طالما عصور تاريخية أو أحداث تاريخية، يبقى صورة الملك المنقوش عليها، لأن أنا هعرف مين اللي كان بيحكم، هعرف العصر، فهتفيدني في معرفة العصور التاريخية. نيجي بقى على الأسئلة المقالية. أول سؤال مقالي: لعبت كتابات الشعراء دور هام في دراسة مصادر الحضارات. من خلال هذه العبارة وضح أهمية كتابات الشاعر الإغريقي هوموروس في دراسة الحضارة اليونانية. طبعا هوموروس ده شاعر يوناني، شاعر إغريقي، له مؤلف اسمه الإلياذة والأوديسة، وهي تعتبر من المصادر المهمة جدا، فيها معلومات كتير سياسية اقتصادية، ولكن تخص بلاد الإغريق أو بلاد اليونان القديمة. السؤال الثاني: ماذا يحدث لو عرفت مصر الفرعونية النقود؟ إيه اللي يحصل لو مصر عرفت النقود؟ احنا اتفقنا ان العصر الفرعوني لم يعرف النقود،
طبعا النقود عموما مادة تعتبر مادة تاريخية، مادة مؤرخة، يمكن ان انا استفيد منها في دراسة العصور التاريخية، بستفيد منها في معرفة الحالة الاقتصادية من خلال وزن العملة ونوع المعدن اللي معمول منه، بستفيد منها في الحالة السياسية من خلال برضو صورة الملوك والعصور اللي اتعملت فيها، يبقى فيها فوائد كتير جدا ممكن استفيد منها في تاريخ مصر الفرعوني. السؤال التالت، ما العلاقة بين الاستراقة والمستوى الاقتصادي عند المصريين القدماء؟ طبعا زي ما قلنا قبل كده في الشرح، الاستراقة هي كسر الفخار اللي استعان بيه فقراء الطبقة الفقيرة وفقراء الطبقة الوسطى كبديل لورق البردي بسبب ارتفاع ثمنه لتعليم أولادهم والاستفادة منه. يبقى المستوى الاقتصادي هنا، الحالة الاقتصادية هنا هي اللي أجبرتهم يجيبوا الاستراقة ويعتمدوا عليها في حياتهم اليومية. لو المستوى الاقتصادي مرتفع كان ممكن يعتمدوا على ورق البردي. ما تقييمك للعبارة؟ كان الفلاسفة اليونان دور مهم في دراسة الحضارات. العبارة صحيحة، لأن هناك كثير من الفلاسفة الذين قاموا بكتابة التاريخ أو العصور التاريخية، زي سقراط وزي أفلاطون وزي أرسطو، وهم من الفلاسفة اليونانيين اللي ليهم دور في كتابة التاريخ والحضارة. هل تاريخيا كانت هناك بعض أنواع المصادر الأولية التي تم استخدامها بناء على التقسيم الطبقي؟ طبعا هنرجع برضو لفكرة التقسيم الطبقي، طبقة غنية وطبقة فقيرة، يبقى احنا بنتكلم عن الاستراقة اللي استخدمها فقراء المجتمع، أما الغني كانوا بيستخدموا ورق البرد، فبالتالي نوع من المصادر الأولية هو الاستراقة، وفعلا تم استخدامه في الطبقتين الفقيرة والمتوسطة. دلل تاريخيا، السؤال رقم 6، كان لبردية إبرس فضل كبير في إثراء الحياة العلمية في مصر. بردية إبرس هي بردية طبية علمية، وتعد أقدم مخطوطة علمية في تاريخ الحضارة المصرية القديم، إلى جانب أنها ناقشت الكثير من الأمراض أو مرجع للكثير من الأمراض، سواء البطن أو العيون أو الجلد أو الأطراف أو أمراض النساء وبعض الجراحات، إلى جانب بتشمل مجموعة من المصطلحات الخاصة بالتشريح الفسيولوجي والعلاج. يبقى بردية تحتوي على كم من المعلومات مهم جدا، ولكن معلومات علمية فقط. ما وجه الارتباط بين حجر باليرمو والحياة السياسية؟ حجر باليرمو زي ما اتفقنا بيتكلم عن أسماء الملوك في الفترة من ما قبل الأسرات حتى ثالث ملوك الأسرة الخامسة، يعني جاب لنا تاريخ الملوك، وبالتالي دي تعتبر حياة سياسية. السؤال الثامن، ما وجه الارتباط بين صلاية الملك نعمر والوضع السياسي في مصر؟ طبعا صلاية الملك نعمر بتبين لنا ان الملك مينا نجح في الانتصار على مملكة الشمال، ان الملك مينا وحد القطرين، إن مصر أصبحت دولة موحدة، إن الملك مينا أصبح أول ملك وكون أول أسرة في تاريخ مصر. يعني باختصار صلاية نعمر شرحت الوضع السياسي في مصر في هذه الفترة. السؤال التاسع، دلل، كانت الحضارة المصرية موضع اهتمام من جانب مؤرخي اليونان، إيه الدليل على كده؟ طبعا هيرودوت. هيرودوت مؤرخ يوناني، وهذا الرجل زار مصر وكتب عنها في الجزء الثاني من كتابه تمحيص الأخبار الذي كان يتكون من 9 أجزاء، وتحدث عن كل شيء في مصر، جغرافيا المدن، الأحداث التاريخية، أعمال الملوك، مزار الحضارة، كل شيء في مصر. وبالتالي يبقى هنا في اهتمام من جانب مؤرخي اليونان، وده دليل على ذلك. أبنائي وبنات طلاب الصف الأول الثانوي، كده خلصنا شرح، خلصنا حل أسئلة، إن شاء الله دروس قريبة، انتظرونا، وبالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.